الملتقى، نفتتح هذا الملتقى الثالث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نحضر اليوم إلى الملتقى الدولي الثالث للصحة بالعلاج الطبيعي. هذا الملتقى الذي يأتي في أيامه الثلاثة 26 نوفمبر إلى 28 نوفمبر، والذي هو يعد من الملتقيات المتميزة في مواضيع المتميزة في الغذاء وكذلك العلاج الطبيعي بالمنتجات الطبيعية النباتية منها، وكذلك فهو متعدد التخصصات. يفوتني أن أذكر أن عدد المشاركات من الدول الشقيقة وكذلك الصديقة يعني فاقت تقريبا 20 دولة من الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية وكذلك العربية، ولهذا يعني ومنهم منهم يعني من الأساتذة البارزين. فوالا هذا المؤتمر الدولي هو لوبجيكتيف تاعو سي بيان سور سيت كونتريبيسيون اي سيت سي رونكونتر ميتوييل اي تكون بيلاتيرال انت لي ديفيرونت يونيفرسيتي اي لي ديفيرون لابوراتوار افان بيان سور دوبجيكتيفي اون ابروش ثيرابيوتيك تكون ا باز دو بلانت ميديسينال وتكون ا باز دو برودوي ناتوريل. Et voilà l'intitulé de notre congrès international, l'ilège de l'intitulé tabiri à base non seulement de plantes médicinales, mais aussi des différents produits de la ruche. Et voilà le miel, ou la gelée royale, ou bien le propolis. Probably for 5 years, we made together science, and therefore I come here for the very interesting conference. I find a very nice city here, and also very nice university. I hope that we can cooperate in the next time. Of course, we compare because I'm chemist, analytical chemist, and we can help each other. That means I can help in Algeria, and I hope to improve of my research in the future. So I come so far from Indonesia to Algeria more than 24 hours. Okay, and then. So I have, I hope many experience in this meeting to my research in my college. You are welcome in Abd al-Hamid Ibn Badis University, one of the famous researchers in scientists in Algeria. You are welcome in Mustagada. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.